قبل ما نتكلم النهارده او دلوقتي عن كتاب لذيذ جدا من الكتب الموجوده في معرض الكتاب، خلونا نفتكر ونحتفي ان مصر وصلت الى الدوره 53 من عمر معرض الكتاب. معرض الكتاب او معرض القاهره الدولي للكتاب جزء مش بس من تاريخنا وطفولتنا، لكن جزء من طفوله اهالينا كمان او تاريخ اهالي، جزء خاص جدا بتكوين الشخصيه المصريه. عشان كده لما يتقال وما تعتبروهاش بعد اذنكم يعني جمله مستهلكه انه عرس ثقافي، هو بكل الطرق عرس ثقافي. الكلمة دي بنقولها كتير وابتدت تفقد معناها، لكنه معرض الكتاب يحتفظ مش بس بالكلمة ومعناها لكن القصد منها. القصد انك في محفل لإنتاج غزير، وده اللي كل سنة كنا بنستناه ونبقى مشتاقين ليه، ولتلاقي شخصيات كتيرة من المثقفين، وإنك ممكن تروح تقابل الكتاب وتتعامل معاهم. بكل الحالات نفسي أشجع كل حد بيتفرج علينا النهاردة، اعمل كده في أجندة يعني فسح الأجازة نص السنة لأولادكم، إنه لازم يروحوا معرض الكتاب. معرض الكتاب هو يمكن النزهة الأهم اللي أولادك هيفتكروها طول عمرهم، واللي هيفضلوا فاكرين مش بس إنهم راحوا أكلوا آيس كريم وبطاطس محمرة، بس الله يخليك يبقى اشتري لهم كتاب. يمكن أول كتاب في حياة ابنك يشكل شخصيته ويبقى جزء من مستقبله. تعالوا بقى نرجع للمعرض وإنتاجه. لازم نخطف لنا شوية حاجات حلوة كده وجميلة، والحقيقة إنه إحنا بنتكلم دلوقتي عن كتاب وإصدار مهم ولذيذ من عنوانه ومن فكرته، وهو المذكرات السرية لنجيب الريحاني. مذكرات نجيب الريحاني، نجيب الريحاني أصلا شخصية بتلقى قبول جدا جدا، وإنك توصل لتفاصيل وكواليس لا تعرفها عن هذا الرجل اللي برضه هو جزء من تكوين مش بس الإنتاج المسرحي والسينمائي الكبير في مصر، لكن هو جزء من ذاكرة البهجة عند المصريين. فمش غريب انه هذا الكاتب المميز يكون هو اللي كاتب الكتاب اللي فكرته جميله، بهاء حجازي كاتب مذكرات نجيب الريحاني، وده الكتاب الخامس لبهاء الحجازي. ولما تفتش كده عن بهاء حجازي هتلاقي انه عامل مجموعه كتب عناوينها كلها شوقتني انا شخصيا، وقلت انا لا لازم ابتدي من مذكرات نجيب الريحاني وارجع لورا لحد يعني اموات يرزقون وغيرها من كتابات سابقه. بمسي عليك مساء الخير استاذ بهاء، الزميل العزيز بهاء حجازي كاتب مذكرات نجيب الريحاني، اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ دينا، برحب بيك وبالساده المشاهدين. الاول لازم اعتذر لك ان انا ما اعرفش ان الانتاج الحلو القديم ده بتاعك، فيعني تحياتي. على راسي على راسي. احكي لي يعني طول الوقت بتبقى البحث في مذكرات الشخصيات وخاصه اللي رحلوا عنا هي مهمه شاقه جدا. كلمنا بقى من أول اختيار الشخصية لحد أنك توصل لكواليس جديدة تتقال وتتكتب عن راجل أنا متأكدة أن فيه في حياته أسرار كتير. هو بداية كل سنة ومصر كلها بخير، مصر في مرحلة أعياد الشرطة وثورة يناير ومعرض الكتاب اللي في حد ذاته هو عيد ثقافي، لأن مصر دولة كبيرة. حضرتك بتقولي الدورة 53، ال 53 دوره دول شهدوا كم اصدارات بانتاج دول كبيره جدا في المنطقه. فمصر دوله كبيره ثقافيا، وزي ما بثني على كلامك في موضوع انك تصطحب طفلك للمعرض. انا النهارده كنت في المعرض وكنت شايف اب واخد طفله وبيشاور له على كتاب لطه حسين. فبيقول له ده انا عارف طه حسين، انت قريت لي كتاب ليه؟ فالولد سأل بابا على نجيب محفوظ، أستاذنا نجيب محفوظ، فقال له ده راجل مصري رفع اسم مصر لفوق وخد أكبر جائزة أدبية في العالم. بالظبط. فأنا واثق إن الطفل ده لما يكبر حد متفتح وحد منطلق وحد عارف تاريخ بلده وتاريخ الناس اللي رفعوا اسم مصر لفوق. عودة للأستاذ نجيب الريحاني، هو طبعا شخص عظيم جدا، شخص من صناع البهجة في تاريخنا المصري. يمكن هتندهشي لو سألتك هو ليه كام فيلم مع كم الشهرة الهائل في مصر، أجيال كتير. أقول لك حاجة، أنا مش عارفة الرقم بس متهيألي إنها أعداد محدودة مش كبيرة، صحح لي بقى. جدا هو كل تاريخ نجيب الريحاني السينمائي 9 أفلام فقط، منهم فيلمين مفقودين. فيلم بسلام تعاوز يتجوز، وفيلم كشكش بيه أو صاحب السعادة كشكش بيه. والفيلمين مفقودين، مش ملناش نيجاتيف ليهم. ومش موجودين. فأنت بتكلمي في شخص ساب 7 أفلام
وساب كل هذا الكم من التأثير بعد حوالي 70 سنة من رحيله. نجيب الريحاني توفى سنة 1949 فهو شخص عظيم التأثير بإنتاج قليل جدا. احنا يمكن مش محظوظين ان احنا نشوف الإنتاج المسرحي ليه لانه كان عنده إنتاج مسرحي ضخم جدا، لكن زي ما حضرتك عارفة انه ما تصورش تلفزيونيا، فاحنا فقدنا المتعة ان احنا نشوفه على المسرح، لانه كان بشهادة كل المؤرخين اللي موجودين كان غول مسرح، كان بياكل اي حد قدامه على المسرح. فيمكن احنا شفنا بعض من التراث ده لما عاد تقديمه عادل خيري رحمة الله عليه على مسرح الريحاني، لكن ما شفناش نجيب الريحاني نفسه على المسرح. وده اللي خليني اسألك عن صعوبة المهمة، يعني ازاي بقى تفتش في مذكرات عمرها فات على انقضائها 70 سنة؟ واحكي لي رحلتك كان اخذت وقت قد ايه وتحضير قد ايه، وايه اهم الاكتشافات؟ يعني شوقنا نقرا الكتاب كده. هي بدايات الرحله ممتعه جدا. هو نجيب الريحاني بنفسه كتب مذكراته في دار الهلال وبدا يسردها على شكل يوميات. يمكن اللي هيقرا الكتاب هيتفاجئ ان نجيب الريحاني مش بس ممثل عظيم، ده كمان كاتب عظيم جدا، يمتلك الاسلوب، يمتلك خفه دم رهيبة في الكتابة. يمكن ان الممثل يمثل دي موهبة لوحدها، لكن انه يمتلك نفس خفة الدم في الكتابة دي كانت مفاجأة ليا شخصيا، لانه كان يعني المذكرات بتاعته تفطس من الضحك، يمتلك جرأة رهيبة. انه يمكن احنا مش كلنا صراحة مع نفسنا لما بنكتب مذكراتنا ان احنا نحكي عن الحاجات الوحشة او الحاجات المخجلة اللي احنا عملناها، لا، نجيب الريحاني كان بيحكي بكل أريحية عن حاجات مخجلة في حياته، عن علاقات نسائية، عن صداقات، عن رحلات، وعن فلسه، وعن نومه على كوبري قصر النيل في الشارع، عن ان هو ما كانش يلاقي شلن ياكل حرفيا، عن طرد امه ليه من المسرح، من البيت، عن فكرة ان والده كتب كل ميراثه، كان دي حاجة غريبة، كتب كل ميراثه لبنت اخته، حرم ولاده كلهم من الميراث، لان بحجة ان بنت اخته ما عندهاش عائل وهو اللي كان العائل الوحيد ليها. فكان بيحكي بعبقريه شديده وبصراحه شديده. انا يعني انا لو هكتب مذكراتي لن امتلك الجرأه دي ان انا احكي بنفس الجرأه اللي بيحكي فيها. يعني قد يكون احنا مجتمع شرقي، وقد يكون في بعض الموضوعات المخجله هو ما خجلش ان هو يتكلم عنها، بل بالعكس كان بيتكلم بصراحه شديده. ودي عظمه نجيب الريحاني او عظمه الفتره اللي هو فيها. الناس كان شويه عندها تقبل لفكره ان انا بني ادم ممكن اخطا واصيب، ودي تجربتي بنقولها بحذافيرها مش بتجمل دلوقتي زي من غير تصنع المثاليه، رغم ان هم كانوا مثقفين جدا ومختلفين جدا يعني ما كانوش محتاجين يعني يتصنعوا المثاليه، بس كانوا بيقصدوا يوضحوا انهم اشخاص عاديين يعني. ودي حلاوته ودي عظمته، اني انا اخطا، يعني انا شخص بتحط في مواقف بخطا واصيب، انا بني ادم. ايه اللي كان بالنسبه لك مفاجاه؟ يعني ايه اللي كان بالنسبه لك جديد فعلا لما قعدت قراءه مذكراته وسجلته في كتابك وملاحظاتك يعني؟ لا، هو نجيب الريحاني كان بيحكي عن فتره الصعلاكه ما قبل احتراف التمثيل، وانه اشتغل في مصنع السكر في نجح حمادي ككاتب باش كاتب يعني مساعد باش كاتب، وكان بيحكي عن ان هو قابل عراف في نجح حمادي، عراف فرنسي في نجح حمادي، بيقسم وبيغلظ ايمانه ان العراف حكى له كل حرف هيحصل في حياته لحد وفاته. وحصل بالحرف. وهي يمكن العراف الحاجه الوحيده اللي جلت من العراف انه قال لي نجيب الريحاني ان انت هتموت في حادثه عربيه. ففضل نجيب الريحاني لا يقتني عربيه طول حياته. وبيفضل من الحاجات اللي هو كان بيخاف منها ان هو حتى لو كان مضطر يركب عربيه كان بيخلي السواق يمشي على سرعه 10، بيقول للسواق انا مش عاوز اموت، فاللي هو كان بيفضل دايما الحنطور. حتى هو كان ليه مقال شيخ بيتكلم فيه عن علاقته بالشيخ محمد رفعت، وانه كان بيحب يركب مع الشيخ محمد رفعت الحنطور لانه بيخاف من ركوب العربيات، لانه كان العراف اخبره انه هيموت في حادثه عربيه، لكن هو قال له انت هتعمل كذا في وقت كذا في سنه كذا، هتحوز شهره عاليه جدا، هتبقى غني جدا وهتفتقر جدا. نجيب الريحاني في فتره من فترات حياته كان من اغنى اغنياء مصر، وفتره ثانيه ما كانش لاقي ياكل حرفيا، لان هو كان ما عندوش الثقافه الماليه، كان بيضيع فلوس اول باول. هو كان بيقول ان انا شخص مهمل وما اعرفش في جيبي كام، ما اعرفش اصرفه فين، وما اعرفش جالي منين. فمن الحاجات الحلوه قوي كمان في مذكرات الفتره اللي هي قبل احتراف التمثيل، كانت فتره عصيبه جدا، و
توريك قد ايه هو شخص عانى عشان يوصل للشهره دي. الموضوع ما كانش سهل خالص، لانه اتطرد واتبهدل واتشتم واتهان، يمكن حتى امه اقرب الناس ليه. هو ابوه ما شافش اي حاجه لان باباه مات وهو في اولى ثانوي، لكن والدته كانت غضبان عليه وفضلت غضبان عليه لحد ما في يوم كانت راكبه الترام وسمعت ستات بيتكلموا عن مسرح نجيب الريحاني. هو ده زمان كانوا بيسبقوا اسم الشخص بسي. فالستات بتكلمه وتقول له كنا بنتفرج على مسرحيه سي نجيب الريحاني، ده دمه زي السكر. وفضلت الستات يشكروا ويحددوا في مزاياه لحد ما هي وقفت في وسط الترام وقالت ده ابني انا. في جول اللحظه دي هي في اليوم ده راحت اتفرجت عليه في المسرح، بيقول ان انا ما حققتش اي نجاح في حياتي غير الليله اللي جت امي اتفرجت عليها فيه. يعني كان في جزء انساني كبير في صناعه الشخصيه اللي كانت بتضحكنا وهي مليانه شجن كده، بحس ان هو كان من الناس دول. اخيرا نجيب الياس الريحاني، هل كان في مذكرات نجيب الريحاني ما يصنف نفسه بهويته الدينيه المسيحي اللي في كتير من الناس ما عرفوش ان هو مسيحي غير بعد ما توفي مثلا، ولا ده ما كانش من سمات المرحله التصنيف ده؟ لا خالص، احنا مصر دايما بتتميز بفكره انك ما فيش فكره الهويه الدينيه قوي. يعني هو حتى نجيب الريحاني كان في راح هو صديقه ومشوار عبده بديع خيري الكاتب العبقري، فهو راح عزا حد قريب بديع خيري فلقى قران، فهو اتفاجئ ان بديع خيري مسلم، هو ما كانش عارف ان بديع خيري مسلم. لكن هو ما اتكلمش عن الهويه الدينيه. لكن نجيب الريحاني عند وفاته راح محرر مجله اخر ساعه يعمل روبرتاج عن ما تبقى في شقه نجيب الريحاني. فلقي مصحف ومخطط على ايات معينه، لقى كتاب تفسير القران ومخطط على حاجات معينه، لقى انجيل، لقى صوره القديسه سانت تريزا، وبعض الناس منهم ابن بديع خيري تحدث ان نجيب الريحاني كان ينوي اشهار اسلامه. لكن هل ده حصل او لا؟ ما فيش حد عنده دليل دامغ. يمكن الاستاذ محمد الغيطي مؤلف مسلسل الضحك الباكي هو ما ظهرش للنور بسبب يعني عراقيل انتاجيه، قال ان انا وقعت على وثائق تفيد اسلام نجيب الريحاني، وان الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الازهر اخبروا ان نجيب الريحاني اعلن اسلامه، لكن كان اعلان مشروط بانتهاء الازمه الصحيه اللي بيمر بيها وبيعلنوا العلن، لكن ده ما حصلش لان توفى الله سنه 49. ايا ما كان الموضوع شخصي بحت ويخص نجيب الريحاني. انا مش بسالك عن التفصيله دي، لكن بسالك عن هل هو ذكر في مذكراته ما يوحي باي بحديث مثل هذا؟ بس اجابتك شافيه وكافيه وبشكرك شكرا جزيلا استاذ بهاء حجازي، كاتب قراءه في مذكرات نجيب الريحاني.